حقا الوطن لا يتحمل مسؤوليته جيل واحد، وإنما أجيال، كل جيل بيسلم الراية للجيل الذي يليه، ولكن كشف الحساب ماذا قدم هذا الجيل وماذا سيقدم الجيل القادم. أنا في تقديري أنه هذا الصالون بهذه الكيفية، بهذا الشكل، بهذا الترتيب، بيحسب لفضيلة الإمام الدكتور محمد مختار جمعة، وكان الحوار بيننا أنه يكون فيه في البداية يكون فيه مشاركة من الفضليات الداعيات، ومشاركة من بعض الدعاة، ومشاركة إعلامية وثقافية بشكل شامل، ثم نزيع هذا الحوار كاملا إن شاء الله خلال أيام من يعني إتمام هذا الصالون. أنا أتصور أنه لابد أن يكون هناك مخرجات من هذا الصالون حتى في صورة توصيات، وكل واحد من المتواجدين في هذا المكان لديه أدوات، لديه منابر يتحدث، ينقل عنه حتى تشيع الفضيلة، لأنه إحنا هناك أساتذة في إشاعة الرذيلة، وإحنا عايزين نحول هذه الرذائل الموجودة في المجتمع من شائعات، من أكاذيب، من أباطيل، من أضاليل، إلى عكسها تماما، وأعتقد بالإخلاص نحن قادرون على ذلك. أنا يعني الحوار كما تناقشنا مع معالي الوزير أنه نحن نفتقر ونفتقد إلى حالة الحوار الحقيقية، لذلك ارتأينا أن يكون المنصة تتحدث قليلا ثم نناقش ونستمع ونتحاور في حالة حوار حقيقية ربما نبدأها في هذا الصالون. الآن الكلمة كلمة قصيرة، وسأعيد مرة أخرى الكلمات للمنصة والمناقشات مع السادة الحضور والسيدات المتواجدات معنا ومشرفينا زي ما قال الوزير ما قال على قدم المساواة، وربما تتفوق إحداهن علينا جميعا. الأستاذ عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، وأتحدث في هذا المنتدى في هذه اللحظة ونحن في رحاب أكتوبر وانتصارات أكتوبر، وكلمة تعزيز الانتماء والمشاكل العديدة اللي بتواجه الأمة، سواء غياب الوعي، ضعف الانتماء. أستاذ عبد المحسن، كيف لنا أن نواجه؟ شكرا للصديق العزيز الأستاذ نشأت الديهي، ويعني الحقيقة بوجه التحية والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة. الحقيقة يعني هو دائما نشيط ودائما صاحب مبادرات خلاقة، فلا بد أن نشيد بهذا الدور ونأمل في المزيد منه دائما إن شاء الله. يعني بشكر الزميل العزيز الصديق الأستاذ محمود مسلم على حضوره معنا، وزميله الصديق العزيز الدكتور عمرو عبد الحميد. الحقيقة الأستاذ نشأت يعني فجر العديد من القضايا، وأنت بتقول الوقت قصير يا أستاذ نشأت، طب نعمل إيه؟ قول لي يعني كم دقيقة مدينة قد إيه كم دقيقة؟ يعني أنا بحب ألتزم بالمنصة، إحنا عايزين الحوار يروح ويجي. طيب ده شيء عظيم، يعني حضرتك هتكلم أكتر من مرة، ده شيء عظيم الحقيقة. يعني بس خلينا نبدأ النهاردة، الفكرة بتاعت الصالون دي فكرة شديدة الروعة، ومضمونها النهاردة لما بنتكلم على احتفالات أكتوبر والانتماء، وأنا هربطها كمان بقصة الدولة الوطنية وعلاقة ده كله بالدين والتدين. يعني خلينا نتكلم من منطلق أكتوبر، لأن أنا أحيانا أنا بتكلم في فكرة إيه، أن هناك من يقول أن هناك تعارض ما بين الدولة الوطنية والدين، وأن احنا لما بنتكلم على حاجة بنفصلها، ولازم يبقى الدولة الدينية والدولة، وأن هناك تعارض شديد ما بين الأشياء. هذا كلام في منتهى الخطورة، والحقيقة الواقع العملي أثبت خطأه. هنتكلم من منطق حرب أكتوبر، هذه الحرب المقدسة الرائعة والعظيمة اللي أعادت أمجاد الإسلام والمسلمين. ده اللي عمله النبي عليه الصلاة والسلام لما جه في قوم بدو رحل، كل ما يدور فيه كان جهل وتخلف، عمل ايه؟ عمل دولة عصرية حديثة بوقتهم بموازنهم، قادت العالم. بس انا مش عايز اطول، لكن دي الافكار اللي انا نفسي نتكلم عليها، ونفسي تبقى هي المفهوم اللي بنتحرك عليه. وعايز احيي اخونا نشأت، لانه الحقيقة قال فكرة بس محتاجة وقت كبير جدا يا استاذ نشأت، اللي هي فكرة الامية، برضو تتحدي خطير جدا، هذا عار ووصمة عار.